مدينة شرم الشيخ طول عمرها مدينة جميلة ورائعة، لكن ازدادت روعة وجمالا ورونقا طبعا مع الحدث العالمي المهم اللي بتستضيفه مصر شرم الشيخ، قمة المناخ. هنطلع على هناك مع زميلنا محمد سلامة، يقول لنا بقى تفاصيل اليوم النهاردة وانطباعه كده عن اللي بيحصل حاليا. مساء الخير يا محمد، أهلا بيك. مساء الخير يا استاذه لبنى. أهلا وسهلا. طبعا احنا موجودين من الممشى السياحي، هو يعني يمكن واحد طبعا من اهم الاستعدادات اللي قدمتها مدينه شرم الشيخ لاستقبال مؤتمر المناخ. طبعا النهارده زي ما احنا عارفين كانت الجلسه الاجرائيه، وكانت بدات بكلمه لرئيس مؤتمر المناخ السابق في النسخه 26، وقام بتسليم طبعا رئاسه المؤتمر للسيد الوزير سامح شكري رئيس مؤتمر المناخ في نسخته 27. طبعا احنا النهارده يمكن مدينه شرم الشيخ شهدت عدد كبير من الفعاليات، يمكن كان ابرزها كان في خليج نعمة عدد من الفرق الاستعراضيه اللي جت من كافه محافظات مصر من وجه بحري ووجه ابلي لتقدم العروض الاستعراضيه للوفود الاجنبيه وجميع المشاركين بمؤتمر المناخ. يمكن احنا دلوقتي موجودين بجوار مسرح السلام، وهو ايضا من اهم الاستعدادات اللي قدمتها مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ. تم إعداده خصيصا لعرض أو لعرض عدد من الفرق الاستعراضية عروض مختلفة، ويمكن من المتوقع حضور عدد من السادة الوزراء إلى هذا العرض. طبعا اليوم من البدايه كان يا سلامة. بشكل منتظم إيه يعني؟ قول لي بقى مين اللي حاضر، الاجانب، الوفود، الناس وهي ماشيه في الممشى كده وفي الشارع وبتحضر وبتشوف البلد عامله ازاي، يعني انت انطباعك ايه؟ شايف ازاي استقبلوا المدينه بجميل؟ انا عارف طبعا في اجنده وفي اعمال وفي شغل في المنطقه الخضراء والكلام ده كله، لكن انا يهمني كمان احساسهم بالمدينه وازاي احنا مسوقينها وهم شايفينها ازاي. يمكن يعني الاحساس بالاختلاف اللي موجود في مدينه شرم الشيخ ما كانش على مستوى الوفود الاجنبيه فقط، لكن كمان على المستوى المحلي وسكان المدينه. يعني طبعا احنا كنا شايفين على مدار اليوم فرحه كبيره في عيون الوفود الاجنبيه اللي يمكن كانوا مهتمين كتير بالفسحه داخل مدينه شرم الشيخ، وانطباعهم اللي يمكن كان باين على ناس كتير منهم. طبعا الناس السكان مدينة شرم الشيخ او العاملين في مدينة شرم الشيخ هنا يمكن قالوا لنا احنا ما شفناش المشهد زحام الوفود اللي نازلين يتفسحوا في خليج نعمة وعدد كتير من الاماكن السياحية هنا في شرم الشيخ. طبعا ده عمل رواج بشكل كبير جدا لجميع العاملين هنا في مدينة شرم الشيخ، سواء كان في مجال النقل والمواصلات او البيع او المحلات او يعني كافة العاملين. يمكن في انتعاشة كبيرة في الحركة هنا داخل المدينة. طبعا تمام. طبعا الجو عندنا دلوقتي رائع، ويعني الأزمة والطاقة والقصة في أوروبا وغيرها، يعني ففرصة حلوة. طيب قول لي يا محمد، بكرة بقى إن شاء الله، يعني أكيد إحنا متابعين معاك يوميا، بكرة إن شاء الله إيه من المفترض إنه هيحصل بإذن الله؟ بكره باذن الله من المفترض ان هيكون الافتتاح الرئاسي طبعا لمؤتمر المناخ بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول المشاركين في مؤتمر الاطراف هنا طبعا داخل مدينه شرم الشيخ. ومن المتوقع ان يكون طبعا في جوله او ما شابه لتفقد الاعمال التحضيريه للمؤتمر في الجرين زون او رئيس الوزراء كمان كان المفروض كان النهارده في المنطقه الخضراء، يعني كنا بنتابع من شويه تصريحات ليه النهارده. فالناس والمجتمع المدني برضو اللي موجودين في المنطقه ازاي تواصلوا مع رئيس الوزراء؟
يعني يمكن كان اثناء جوله طبعا السيد رئيس الوزراء داخل الجرين زون، كانت فرصه كبيره للتلاقي مع مؤسسات المجتمع المدني المهتمه بقضايا المناخ. طبعا كان في عدد من الطلبات سواء كان مجتمع مدني من مصر او من الاصدقاء الافارقه. طبعا هي الدول الاكثر تعرضا او تضررا من تغيرات المناخ. كان في طبعا طلبات كتير وعدد كبير من الافكار والمقترحات اللي تم عرضها بشكل مبدئي طبعا على السيد رئيس الوزراء، وهيتم طبعا استكمال عدد من التظاهرات. يمكن بدات النهارده بعض التظاهرات اللي بتنادي للحفاظ على البيئه باشكال مختلفه، سواء كان باستخدام الخامات او البعد عن استخدام الخامات المستدامه زي البلاستيك او غيره، او اي شكل اخر من اشكال الحفاظ على البيئه. وده طبعا هيتم تباعا خلال ايام المؤتمر. يعني التظاهرات هتعرض عدد من الافكار وعدد من المقترحات اللي هتساعد طبعا على الحفاظ على البيئه، بالاضافه طبعا لتمويل الدول الافريقيه المتضرره من تغيرات المناخ. تمام تمام، بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز محمد سلامه، وراجعين بكره ان شاء الله مع بعض، وكل يوم هيكون في تغطيه، وربنا معاك ويقويك ويوفقك ان شاء الله، ونفهم ونعرف معاك كل جديد باذن الله.